الست ام ادم كانت بتسال انه الوالد يعني انه كان لامها حق في عند والدها، وبعدين كتب لها الحاجه دي بيخلص لها الحق الذي لها، وبعدين بتقول هم في فدانين هي عايزه تكتبهم في لابنها، فهي بتقول هل ده يجوز ولا ما يجوز. احنا دايما بننبه وبنذكر بانه هناك فارق ما بين التركه وما بين ما يهبه الإنسان من العطية أو الهدية أثناء حياته. وقلنا قبل كده التركة هي ما يتركه المتوفى، وبيتساب التركة للأصحاب الورثة، بتقسم بحسب الأنصبة الشرعية، وهنا بيسمى ميراث أو ترك. أما الحاجة اللي عايز يديها الإنسان لآخر أثناء حياته دي مش تركة، دي اسمها هبة، عطية، هدية. لذا يجوز ما لم يجوز هذا الإعطاء من الأم ما لم يكن أو لم ما لم يكن هذا الأمر بقصد إن الأم عايزة تحرم أحد الورثة، ودي مسألة في قلبها هي. والنقطة الثانية اللي عايزين ننبه إليها، وهو إن التسوية مستحبة، وأيضا ما عليه الفتوى هذا الأمر، إن التسوية مستحبة بين الأولاد حين وهبهم، لما أجي أديهم عطايا أو هدايا على حياة عين الإنسان، وإنه ده بيسمى هذا من العطاء أو من الهدية وليس من الميراث. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال، يعني أنا لو عايز أدي حد بزيادة شوية أثناء حياتي يبقى كنت يعني أدي النساء أكثر من الرجال. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.